نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تعادل سلبي في شوط سلبي. تعادل سلبي في شوط ما فيهوش اي تجانس بين اللعيبه مع بعض في التحركات في كل حاجه. تحس كده ان النادي الاهلي، انا مش هتكلم على الهلال، الهلال ماشي. بيحاول بكل الامكانيات اللي هو عنده حقيقة، وفي تواجد ليه عندنا في منطقه الجزاء يعني. انما النادي الاهلي تحس ان هو قاعد مستني كوره، مستني يلعب واحده، مستني تحرك سليم من محمد شريف، مستني تحرك سليم من اي حد اذا كان ناحيه اليمين او ناحيه الشمال. فتحس انه في حاله انتظار انه عايز يعمل القضيه. ايوه. فبما جبنا سيره القضيه بقى، فانا بعتقد ان في قفشه المفروض لازم يكون ليه دور. الوحيد اللي متعور دلوقتي طاهر، محمد طاهر، فهيعدل شويه وينزل قفشه في حته البلاي ميكر. وهنعوضها ازاي باتنين فراوده بس؟ هو ممكن يستعين باكتر من واحد يعني، مثلا ممكن يستعين بقفشه وحسين الشحات مثلا، ولا يبتدي بقفشه؟ بالنسبه له هو بقى عايز ينزل حسين الشحات، ينزل قفشه. انا بالنسبه لي محتاج قفشه يمسك كرة شويه في نص الملعب ويلعب في نص الملعب، مش يلعب على الطرف الشمال زي ما بيلعب في كل مره. صحيح. غير الطريقه. كابتن علاء، رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول والتعادل حتى الان، هل في صالح الاهلي ولا الهلال ولا في صالح الفريقين؟ هو ما فيش رؤيه فنيه، ما فيش حاجه فيها فن خالص. فريق بيحاول سبب يقدم إيه؟ فريق بيحاول يقدم امكانياته متواضعه جدا. الهلال مع احترامي الكامل ليهم فريق متواضع، وفريق النادي الاهلي لحد ما الشوط خلص مش لاقي نفسه، مش لاقي لعبه، مش لاقي طريقه لعبه، مش لاقي حتى طريقه الوقفه نفسها. النهارده ملاحظ ان في كور طويله قوي ملهاش بدون داعي اساسا، بتلعب على كور طويله ليه؟ لازم اعمل اول كوره من رجل للرجل. حتى لو هو بيضغط عليك بيضغط عليك ضغط عالي، انت ممكن الضغط ده يتحل على فكره، لكن مزبور. انت مش عايز اقول مجهد يا ايمن، لكن التفكير كله بطيء، الحركه بطيئه، القرار بطيء قوي، مع ان احنا لو اللمسه والثانيه انت تلاقي خلاص الملعب بقى ملكك تماما، لكن انت لحد ما الشوط خلص انت ما دخلتش المباراه. طب هل ممكن يكون في اجهاد زي ما حضرتك بتقول؟ ما انا بقول ولا انا شكل حاسس ان اللعيبه تقيله حركه والتفكير، هو ده اصل الاجهاد مش بدني، تفكير كمان. بس التفكير كمان يا ايمن بطيء. صحيح. بياخد منك وقت كتير قوي، عشان كده لما الهلال بيضغط عليه الكره بتضيع منك، يا اما كره طويله، هم طبعا الطول بالنسبه لهم يعني ميزه عندهم، والكره بتترد تاني. صحيح. بتنزل لحد في نص الملعب، لعيب واحد بس اللي بيلعبك اجون ده في نص الملعب، هو اللي عامل كل الخطوره دي. أيه. لعيب نيجيري بقى، اللعيبه لا متواضعه، بيلعب كره اجاجون ده بيلعب على ياسر. أيه. الراجل السريع عند معلول وخلاص على كده بس. أيه. بيسببوا خطوره، عشان كده لازم الاهلي يلعب لعبه. ما يستناش الهلال يخطا. أيه. انت فاهمني يا ايمن؟ لازم. أيه. انت بقى ليك انت الفاعل. أيه. انت تبدا تلعب الكره. أيه. بتاعتك العاديه. صحيح. كابتن اسامة، يعني كلام مش كتير الشوط الاولاني. ولكن ابرز النقاط، ابرز النقاط الهلال عنده دافع او حماس اكتر، لعيبه النادي الاهلي حماسهم اقل. الجانب اليمين بتاع الهلال شغال كويس، اللي هو صلاح عادل 15 و9 مزمل، وعلاء زي ما قال انه افضل لاعب فيهم اللي هو 36 اجاجون، اللي هو بيلاعب الفرقه كلها وعامل مصدر خطوره. وعندك انت الحاله الفرديه مأثره على الحاله الجمعيه، يعني انت لما تيجي تتكلم على سولية، حمدي فتحي، احمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، حتى هاني مش باين في الهجوم الناحيه الثانيه، علي معلول، انت عندك 6-7 بره الفورمه بتاعتهم خالص. فهم بينقلوا ومسيطرين على وسط الملعب، بيوصلوا لل 18 كتير جدا، وجالهم اكتر من كورنر، ولكن ما عندهمش اللي هي بقى الخطوره الكبيره على المرمى. مزبوط. لكن هم مسيطرين على اللعب، وبيجي لهم محاولات في حدود ال 18 وكرانل وكورنرز وكده، فعندهم ريحه ان هم ممكن يجيبوا جول. انت ما فيش غير الكره اللي اتلعبت من هاني واتلعبت بالراس من عبد القادر. فانا شايف انه لازم قفشه ينزل وواحد من طاهر او عبد القادر يطلع، ونلعب بشريف بس قدام، وتحتيه قفشه وعبد القادر او طاهر. عشان قفشه عنده سيطره على الملعب. انت الثلاثه بتوع نص الملعب النهارده في حاله غريبه جدا، وبالذات حمدي والسولية ساقطين لتحت قوي، مش مسيطرين على الملعب خالص، الملعب كله رايح لفرقه الهلال السوداني. فانا شايف ان قفشه لازم يبقى ليه دور مبادري، لان الحاله في 6-7 مش كويسه. صحيح. طيب كابتن بلال، ما شفناش حلول هجوميه للشوط الاول خالص بالنسبه للنادي الاهلي، ازاي هيتعامل مع الموقف دوت مستر موسيماني الشوط الثاني؟ بص، الشوط الاول شوط سيء يعني، مش حتى مش شوط متوسط يعني، وجهه نظري شوط سيء.
ما قدرتش توصل للمرمى غير يمكن بكره واحده عرضيه من محمد هاني اللي لعبها عبد القادر، ودي كانت الكره الاخطر بالنسبه لك، وده معدل بالنسبه للنادي الاهلي معدل اعتقد ان هو معدل سيء، يعني توصل في 45 دقيقه بكره عرضيه واحده دي حاجه سيئه جدا. الثلاثي الامامي ملوش دور النهارده، لا دور دفاعي ولا حتى كمان دور هجوم. يعني هنتكلم على الدور الدفاعي، مش متواجد دور دفاعي. انت فرقه الهلال بتلعبك من على اطراف الملعب، تمام، بتوصل لحد ال 18، يعني لو عندهم زي ما قالوا الكباتن كده، لو عندهم ناس بتعرف عندها جرء على الجول تفنش كويس، كان ممكن المباراه تتغير عن كده. صحيح. تمام، في دور يعني مفتقدينه النهارده، دور اللي بيعمله عمرو السوليه وهو غايب النهارده شويه، دور اللي هو الميد فيلدر صانع الالعاب. يعني انا النهارده بتلعب ميد فيلدر بتدافع كويس، لكن في بعض الاوقات في المباريات اللي فاتت كلها كنا بنشوف عمرو السوليه بيقوم بحته صناعه اللي بيعمل الربط، عشان كده كان بيخلي لك الثلاثي اللي قدام دايما في حاله حركه، في حاله نشاط، دايما عندك يعني الرؤيه بتاعته بتخليك، والثرو باسز الطويله بتخليك توصل للجول بشكل كويس. النهارده لازم يبقى في تغييره في الملعب، يعني من بره لجوه، يعني قفشه ينزل عشان تملى نص ملعبك، لان هم مستحوذين بشكل كبير على نص ملعب، وانت عندك الثلاثي الامامي يعني برضو ما بيساعدوش كويس. انت عندك حظ كويس ان فرقه الهلال بتلعب بطول ال 90 متر، يعني ما بيلعبوش يعني ب 45 متر، بيلعبوا 45 متر بيبقى عندك مشاكل. مزبوط. هم منعزلين نص ملعب في حته، والديفنس والهجوم في حته ثانيه خالص. صحيح. عشان كده دايما تلاقي ثلاثه قدام والباقي كله ورا، يعني الملعب مطين للملعب قوي. بس لازم يبقى في استغلال للنقطه ديت الشوط الثاني. بص احنا انت لازم تستغل الحته دي بشكل كويس، ممكن نطلع واحد من اللي قدام تمام وينزل قفشه وتغير او تعدل في الطريقه شويه، ممكن تلعب بثلاثة أربعة واحد اثنين. ما هو لو انت طلعت حد من اللي قدام، يبقى مثلا انت بتتكلم على مثلا طاهر محمد طاهر او احمد عبد القادر، ممكن نزول حسين الشحات او محمد شريف في بعض الاوقات، وقفشه ممكن محمد شريف، ممكن تلعبش براس حربه صريح ثابت. ممكن تلعب باثنين، يعني ينزل مجدي قفشه قدام الثلاثه في نص ملعب تمام، يساعد معهم في حاله الدفاع، ويبقى هو البلاي ميكر، وتلعب باثنين قدام، بس اثنين يبقوا فاتحين شويه، بس هو يعني عبد القادر يبقى فاتح شويه، وطاهر محمد طاهر فاتح ناحيه اليمين، بس هو في حاله وجود قفشه بيبقى يعني الافضليه ان يكون متواجد محمد شريف. طيب ده عشان ايه يا كابتن؟ ده عشان انت بتهاجم. مظبوط. انت النهارده انت دلوقتي عندك حاله سيئه دفاعيه، انا بكلمك ان انت النهارده لازم الاول ترتب حالتك الدفاعيه كويس. لان هم يعني مستحوذين بشكل كبير على نص ملعب. أيوة. فانت الثلاثي بتوع نص ملعب مش قادرين يعني يسدوا مع لعيبه الهلال، فانا بقول ان احنا نزود لعيب في نص ملعب مجدي قفشه تمام، يبقى له دور دفاعي وفي نفس الوقت دور هجومي. أيوة. وتلعب باثنين فاتحين على طرف الملعب ياخدوا الكرات اللي من ورا الاثنين الباكين بتوعهم، لان الباكين. أيوة. بتوعهم الاثنين بيتقدموا على طول، يعني بيتقدم فارس عبد الله ده بيتقدم، وصلاح عادل ده بيتقدم، بيكملوا مع الاثنين الهافات في اوقات كتيره جدا. ممكن تستغل الحته دي بشكل كويس. لانك مش هتعرف تشتغل على شريف في الحته دي. لان شريف بيتلعب عليه مان تو مان من الاثنين اللي موجودين في القلب. واحد بيمسك والتاني بيغطي، فكل الكرات الطوليه لصالحهم مش لصالح محمد شريف. صحيح. عشان كده يعني ممكن نلجا في بعض الاوقات انك تلعب براسين حربه فاتحين ومن تحتيهم ماجده، يقدر يساعد في الحاله الدفاعيه، وفي نفس الوقت تلاقي فرصه ورا الاثنين الباكين ان هم يشتغل انك تشتغل في الكرات الطوليه. صحيح. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني ان شاء الله. ان شاء الله يكون الـ 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 مش الاداء، الروح كمان في الملعب تكون افضل من كده، ونتمنى ان شاء الله النتيجه لصالح النادي الاهلي. ولو ان زي ما قالوا الكباتن، لو فضلت كابتن شريف كابتن اسامه كابتن علاء كابتن بلال، لو فضلت النتيجه بالتعادل السلبي دوت، اعتقد يبقى في صالح النادي الاهلي التعادل في كبدايه وكماتش في مع الهلال. في الهلال اعتقد نتيجه مقبولة. هي مش قويه بس نتيجه مقبوله. انت بالنسبه لك تتعادل بره وتكسب الثلاثه اللي في ملعبك خلاص، بالنسبه لك انت يعني اول يا كابتن. نتيجه مقبوله خلاص. لا انا عايز اكسب. طيب لا بص يا ايمن، يا ريت طبعا نكسب، بس التعادل لو وصل انك انت تعادلت اول مباراه ليك بره ملعبك عادي، يعني ما فيش. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي الشوط الثاني باذن الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث المباراة. أرجوكم انتظروا.